لدينا احنا المعدنيه ترجع لينا وعلى الجينا وحتى الجينا وعلى المعدنيه ترجع لينا اليوم كنشوفوا ان مجرد ما بدات كتنفذ لنا الاحكام اللي هي تنفيذ الدستور ديال المملكه وتتعد مخصوص اعترض عليه كنلاحظوا ان المستغلين اصحاب العقود المتعدده المتخفين في ثوب النقابه الجمعيات المهنيه يعترضون على تنفيذ حكم قضائي يصفون حكم قضائي بالجائر يصفون الولايه بالجور يصفون اصحاب المعدنيه بالنائمين وكياخذوا الفلوس كل شيء عندهم ماشي هو هذاك الا انهم يدافعوا على تعدد العقود هذا هو اللي عندهم هو اللي مزيان كيشوفوا اننا حنا اصحاب الحلاوه 22 20 30 40 مليون حنا تنقولوا اليوم حنا ما تنهضروش على الحلاوه الحلاوه انتهت منذ العقد النموذجي حنا اللي تنهضروا عليه ان استرجاع المعدنيه ديالها من اجل استغلالها لان تفويض الاستغلال اللي دارته وزاره الداخليه والولايه ما ناسبناش لان الناس استغلوا ديك الفرصه واستولوا على المعدنيات ديالنا اليوم كيتهمونا حنا باننا كنبغيو نحيدوها اليوم باش نعطيوها لشي حد اخر هذا كذب وزور وبهتان حنا بغينا نستافدوا الاستغلال الشخصي المباشر باسترجاع هاد المعدنيات هذا من جهه بغينا نخرجوا من هذا الاستغلال لانه كيقيدنا ما كيعطيناش يعني داك الانسان داك السومه الكرائيه البسيطه اللي تعطيها لك هي اللي كتبقى راه ما كتزادش لان عاطينهم 6 سنين مقابل 6 سنين حنا لا حنا ما عندناش شي زياده في السومه الكرائيه والاكثر من هذا الشيء اللي كيعطينا الشرير كيقول لك انت ناعس في داركم انت ما كدير والو انت وهاد الناس حنا بغينا نخبروهم اليوم انسانيا كنقول لهم اودي انا كنوب على المعاقين راهم ناعسين مساكن لانهم مرضى لانهم عجزه لانهم ارامل لانهم شيوخ عميين ناس تمشيو غير بالكروسه راه هادشي علاش هما ناعسين راه ما ناعسينش غير هكاك راه الزمان هو اللي نعسهم وتحد ما يتشفف النعاس ديالهم ولكن انتم راكم انتم اصحاب الريع عندكم عقود متعدده 40 قريمه 50 قريمه كتستغلوها كاين اللي عنده 100 وكتريح رجل فوق رجل في القهوه وكتسنى الروسيطه تجيك انت اللي مريح وناعس وكتقهوى وكتسنى الفلوس يجيوك من سائقين مساكن اللي ملاحظه انه هاد الناس هادو تيديروا السائقين المهنيين الضعفاء غير طريق باش يسدوا عليهم الباب ديال الاستغلال لان اليوم كيف كتعرفوا كاين واحد السجل موحد واحد السجل محلي كيتسجلوا فيه المستغلين الناس اللي باغي الاستغلال الناس اللي ما عندهمش باش يعطيو ديك الفلوس الكثيره ديك الحلاوه اللي كيهضروا على 40 مليون 80 مليون حنا اليوم تنقول لهم هاد الناس هاد الناس المستغلين راه تيسدوا عليكم الباب بهاد الحلاوه اللي كيعطيوها حنا ماشي مع شي واحد اللي يعطي الحلاوه لاصحاب المعدنيات 40 و 30 مليون انا اقسم بالله كنقول للاخوان اللي كيعطيو 30 مليون و 40 مليون اجي عندي الى حررتها واعطيني 40 مليون ونكتبها انا وياك وندير لك الصفر درهم في السومه الكرائيه غير سير ديها وعاوتاني دوز 12 عام ونتسناك عند الدوره عاوتاني ونقول لك ودابا اعطيني 50 مليون ونشوفوا واش عندك الربح في هذه العمليه ولا لا هذه العمليه 40 50 مليون الناس ما عندهمش فيها الربح ولكن كيدعي هذا الدعاء باطل واللي عنده شي حاجه باش يثبتها ضدنا يثبتها ويقول انا عطيتك 40 مليون عطيتك 50 مليون ويمشي للمحكمه راه ترجعها ليه